فيكم مرحبتين في شاطئ مونيز باي. هذا احد الشواطئ الموجوده في اوتوا على هذه البحيره الحلوه اللي خلفي. هذا الشاطئ ملجا لكل العائلات في الصيف خاصه، لانه بتلاقي الناس كلها بتيجي هون بتشوي، اولادها بتلعب في الميه. زي ما انتم شايفين في وراي حمامات ومسابح للبحر. في غاد ملاعب للأطفال وملاعب تنس وملاعب كرة طائرة، والجميع هون قاعدين مبسوطين. الأحلى من هيك إنه في السمر بصير كتير هون أكتيفيتيز، منها الدراغون بوت فيستيفال اللي بصير تجديف هون، مسابقة بين عدة قوارب بتسوي تجديف على الطريقة الصينية التقليدية. ريعوا بروح ل NGOs وأعمال خيرية، رائع جدا. زي ما أنتم شايفين العالم هون كتير كتير بتنبسط في الصيف. هذه أماكن سباحة، الأولاد بيسبحوا، الشط نظيف كتير. بالشتاء حورجيكم الهل اللي وراي، هاي شايفينها الهلة الصغيرة هاي. طبعا بتصير ثلجة فبصير عليها تزلج بالتيوبز. الأولاد بكيفوا كتير كتير عليها لأنها عالية شوية وبنزلوا نزلة قوية يعني، فبنبسطوا. فبالشتاء برضو في أكتيفيتيز، الناس تعمل هون كروس كونتري سكيينج. وفي آخر البارك موجود في حديقة العالم، اسمها حديقة جدا رائعة جدا رائعة، لكثير من الألعاب اللي الأطفال ممكن يستمتعوا فيها خلال وجود أهلهم هون. خليكم على المنظر وانبسطوا. Thank you.
عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.